فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: مباريات كرة القدم إذا كان من جعل جعلا هو من غير المتسابقين ما يجوز أنه يجعل لها شيء ولو من غير المتسابقين. هذه رياضة ما يؤخذ عليها شيء، لكنها مباحة إذا لم يحصل فيها معاصي ولم يحصل فيها مخالفة، هي مباحة لأنها تقوية للأبدان، لكن ما يؤخذ عليها جوائز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.